الشيخ سبب الانتقال من رغبة مالي ما هو السبب شيخنا؟ سبب انتقالك من مشيخك إلى المدينة لا مناسبة هو ما هي المناسبة شيخنا؟ هو تزكية هذا الشيخ للشيخ الأمين لفتوى اطلع شيخي هنالك على هذه الفتوى فأعجبته الفتوى وهي وهي صحة الصلاة في الطائرة. ما شاء الله. هل الصلاة تصح في الطائرة أو لا تصح؟ نعم. عارف. وهذه الفتوى سببها عرفتها السبب الذي من أجله وضع شيخ الأمين هذه الفتوى وهنا في المدينة قبل أن آتي أنا في المدينة. السبب هو أن بعض الحجاج لما أتوا من مالي وكان الشيخ حيا هنا بعد انتهائهم من من الحج في مكة جاءوا إلى المدينة وسمعوا بالأمين فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة لأن هذه المسألة كانت تشغل بالهم تشكل عليهم لأنهم يركبوا الطائرة في ذلك الوقت نعم وذلك لأنهم حسب ما فهموا أو حسب ما يعرفون في الفقه المالكي أن الحج لا يجب على من لا يجد أمنا في طريقه إلى مكة بأن يضيع كأن يضيع الصلوات ولا تمكن من تأديتها فإذا كان الحاج على هذا الوضع فإن الحج لا يجب عليه وهم قد حجوا لكن لا أدري هل أدركتهم فريق في الطائرة فعلى كل لا بد لكم الصلاة في الذهاب أو في الإياب نعم فعلى كل حال سألوا فهم كانوا يرون أن الصلاة في الطائرة لا تصح وذلك لأن الطائرة ليست متصلة بالأرض وشرط صحة الصلاة أن تقع على الأرض أو متصل بالأرض وأما ما كان غير ذلك فإن الصلاة فيه غير صحيحة وإذا لم تكن الصلاة صحيحة في الطائرة لعدم اتصالها بالأرض فإذا كانوا قد صلوا فيها إذا فقد ضيعوا فريضة في طريق إلى الحج الحج ليس عليهم بواجب وماذا قال الشيخ الأمين هم أي مسألة جديدة مستحدثة لأن الطائرة ما حصل قديما رأيتها فاجتهدوا لكن معتمدين على نص في مختصر خليل وهذا النص هو كما يقول مختصر خليل والصلاة على الأرض أو متصل بها إذن فمفهوم مخالفة هذا أن ما لم يتصل بالأرض مما يصلي عليه المصلي فإن الصلاة لا تصل فهم أخذوا من هذا وكانوا يعتبرون عدم صحة الصلاة في الطائرة فسأل الشيخ فأجابهم الشيخ فقال لما قالوا له هذا لما عرضوا عليه السؤال قال هل أنتم تكتبون قالوا نعم فقال سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها فأملى عليهم نحو من 6 أو 5 صفحات ما شاء الله ليس لا يحضره ما شاء الله هذا العلم شيخنا هذا العلم وأين أصحاب هذا العلم علمي معي حيث يممت ينفع أيوه هذا الله أكبر فرجعوا بالفتوى وكانت سببا في تحرك لما وصف لي فكنت أسأل لما قال لي هذا الشيخ في البلاد فكنت أسأل عن أخبار الشيخ فقالوا الشيخ الأمين فقالوا هو في المدينة وفي الجامعة الإسلامية والجامعة تقبل ما شاء الله فقلت إذن أذهب للجامعة للأمين ما شاء الله أعرف الأنظمة هذه لكن الحمد لله فجزى الله الجامعة خيرا ندعو الله لهم الآن ندعو الله الآن شيخنا